هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هنا أيضا أول أشواط الصعوبة والتحديات من مسافة 1500 متر، أول ظهور إعلامي لهذا السن في رياضة الآباء والأجداد. هنا الشوط والأسماء في وضع ستارت لتنطلق الشعارات بعد لحظات بعون من الله وتوفيقه. نتمنى التوفيق والسلام والناموس لجميع الإخوة المشاركين، لجميع الحاضرين القادمين اليوم للمشاركة على أرضية هذا الميدان لنيل الفوز والانتصار ولتحقيق نقاط ذهبية وحروف من ذهب. انطلقت الأسماء وانطلقت الشعارات مباشرة، هناك بتحديات شواهين. هزاع بن حميد الخميسي من يقدم لنا شعاره الدور دور المركز الثاني. أرى حضور الظبي بتحديات عبد الرحمن الحاتمي، بينما الوصول ثالثا هناك من تأتينا غزر سعيد بن مسلم بن سعيد الدرعي. ولكن وين التحدي؟ وين المسار؟ وين؟ هنا بتحديات شواهين، باندفاعات شواهين، بتحديات الخميسي. هزاع بن حميد الخميسي من يقدم لنا شعاره، مقدم لنا شواهين بهذا الأداء الجميل وبهذا العطاء الجميل. هناك الظبي ثانيا بتحديات الحاتمي، ولكن شواهين هنا أيضا مع الأمتار الأخيرة، 500 متر أخيرة نهائية مثيرة يا مالك شواهين. هزاع بن حميد الخميسي من يقدم لنا شعاره، مقدم لنا هذا الأداء، مقدم لنا هذا العطاء، أول ظهور إعلامي لهذا السن ولهذه البكرة في رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. هنا ترقص طرب بدون أي منافس على الإطلاق، بدون أي منازع، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هنا عندما أصدرت الأوامر، أوامر طفيفة مع الأمتار الأخيرة، انطلقت شواهين، غادرت شواهين، عطنا لقطة يوم صورنا على بقية الأسماء. ولكن هنا شواهين والأمتار الأخيرة. أسعد الله صباحك يا هزاع بن حميد الخميسي. التهنئة موصول أيضا لعزيز بن هويشل الدرعي على هذا الإنتاج المثير. هنا ثانيا حضرت أيضا بتحديات الظبي عبد الرحمن الحاتمي. هناك أيضا ثالثا كان الحضور والوصول من غزر سعيد بن مسلم الدرعي مع التوقيت الحاضر 2:08. تهانينا والناموس.